طبعا كمية البخار اللي موجودة في المحصول المرتب فيه دي مهمة جدا عشان اقدر احدد تبع ليها كمية الهواء اللي انا عايزها للتجفيف. فكمية البخار بتبقى عبارة عن اللي هي جوه المحصول بتاعي، بتبقى عبارة عن الكتلة بتاعتي، كتلة المحصول اللي انا عايز اجففه، التوتال ماس بتاعته ناقص ماس اوف كروبس افتر ديهيوميديفيكيشن او دراينينج بعد التجفيف اللي هو هو جاف، على نسبة على كتلته هو جاف. الريشيو دي احنا بنسميها الموشر كونتنت ان كروبس. طبعا الام دي توتال ماس اوف سامبل اللي انا بجيب لها الاختبار بتاعها، كتلة المحصول بالووتر فيبر اللي فيه، ودي ام نود دي هي الماس بتاعت المحصول بعد التجفيف، على الماس بتاعت المحصول بعد التجفيف. ومن الانرجي بالانس بين الهواء بتاعي وبين الكتلة بتاعت المحصول بتاعنا اقدر احدد كمية الهواء اللي انا عايزها، او اقدر احدد كمية المية اللي انا هقدر اشيلها. ان المفروض الام ووتر في اللاتن تي بتاعت الووتر بتساوي الرو في السي في الدلتا تي بالنسبة للهواء بتاعي. دي بيسموها الانرجي بالانس بين الهوت اير او دراينينج اير والمحصول بتاعنا. احد التطبيقات المهمة جدا للسولار انرجي هي السولار كولينج، او استخدام السولار في تبريد وتكييف الهواء. من المعروف احنا عرفناه في المحاضرات الاولانيه في الماده بتاعتنا ان عمليه الريفريجريشن سيستم ظهر مع ظهور السكند لو ثيرموديناميك، وعرفنا ان في ريفريجريتور وهيت بام، والاثنين هما ديفايس بيستقبلوا ورك عشان يعملوا اكستراكشن للهيت فروم كولد سبيس اند ريجكت هيت تو وارم سبيس. البيزك ريفريجريشن سايكل زي ما انتوا عرفتوها في السكشن مع باشمهندس علي المفروض، هي عباره عن كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن ديفايس، ايفابوريتور. كومبريسور الفانكشن بتاعته في السايكل دي بيعمل ساكشن للريفريجرانت من الايفابوريتور، بعدين انكريزنج بريشر عشان يرفع ضغط الفريون بتاعي للكوندنسر بريشر، ونتيجه لرفع الضغط لان الريفريجرنت بيبقى فيبر غاز، يعني عارفين معروف ان الغازات لما الضغط يزيد درجه الحراره بتزيد، فبيخش يلعب كوندنسر هنا ريفريجرنت ات هاي بريشر هاي تمبريتشر، بنعرضه للانفايرمنت اللي بتبقى درجه حرارته بتبقى اقل منه، فبيحصل هيت ريجكشن اللي هي كيو اتش من الكوندنسر او الريفريجرنت داخل الكوندنسر و للانفايرمنت بتاعه. نتيجه للهيت ترانسفير بيحصل كوندنسيشن للريفريجرنت، يتحول من سوبر هيت فيبر لساتوريتد ليكويد، عشان كده سمينا ده الهيت اكشنجر، ده كوندنسر. يخش الساتوريتد ليكويد اللي خارج من الكوندنسر ات هاي بريشر على اكسبانشن ديفايس او اكسبانشن فالف، وسيله لخفض الضغط تعمل ريدكشن ان بريشر، ونتيجه لخفض الضغط بيحصل ريدكشن ان تمبريتشر، فبيحصل هنا انخفاض في درجه حراره الفريون، فيطلع لي هنا الفريون درجه حرارته قليله. معروف ان خفض الضغط بيؤدي لخفض درجه الحراره، ورفع الضغط يؤدي لرفع درجه الحراره. بنستخدم الفرونات في صيدلي التبريد لان الخاصيه دي ظاهره فيها جدا. الفينومينا دي ان مع زياده الضغط درجه الحراره بتزيد جدا، ومع انخفاض الضغط درجه الحراره بتقل جدا. فبالتالي بلاقي هنا الريفريجرنت بتاعي بيخرج درجه حرارته منخفضه جدا. ومن اهم الفيزيكال بروبرتي للريفريجرنت ان الفريزنج بوينت بتاعته او درجه حراره التجمد قليله جدا، والايفابوريشن تمبريشر برضه بتاعته قليله جدا جدا جدا. فعشان كده الفريون بتاعي هنا ضغطه بيقل جدا، درجه حرارته بتقل توصل ماينس ماينس 20 وماينس 25، هو لسه في الليكويد فيز ما يحصلوش فريزنج. نخش على الايفابوريتور وده هيت شينجر تاني، ده معرض للود بتاعي او الريفريجريت سبيس بتاعتي.
عندي ريفريجرنت ات لو تمبريتشر وسبيس ات هاي تمبريتشر، يحصل هيت ترانسفير من الهاي تمبريتشر للو تمبريتشر، فالسبيس بتاعتي تبرد. وده الهدف من اي دليل التبريد، ان يبرد لي سبيس معين، سواء كانت الاوضه اللي عندي في البيت فساعتها سمي الدايره دي تكييف اير كونديشنر، او الهاوس بتاع الفريزر والكابينه بتاع الثلاجه بتاعتنا ساعتها نسميها ريفريجريتور ثلاجه. وبعد ما السبيس بتاعتي تبرد، الفريون بتاعي لما بياخد الهيت اللي جات من السبيس دي بيحصل له ايفابوريشن، يتحول لبخار تاني، عشان كده بنسمي الجهاز دي ايفابوريتور. خش تاني على الكمبريسور واعيد السايكل عشان يحصل كونتينوس هيت ترانسفير فروم ذا كولد سبيس ل الوارم انفيرمنت. طبعا السيستم ده عشان يشتغل محتاج ميكانيكال وورك، والميكانيكال وورك جاي من موتور الكتريك موتور بيستهلك الكتريك باور. فمش من اهم مشاكل الدايره دي انها الدرايفنج انرجي بتاعتها هي الكتريك باور الكتريستي، ومن المعروف ان الالكتريستي دي ثمنها غالي هاي كوست، ولها اثار سلبيه جدا على الطاقه على البيئه، لان انتاج الالكتريستي محتاج باور ستيشن، والباور ستيشن بتطلع اكزوست جازز بتاثر على الجرين هاوس افكت وجلوبال وورمنج بوتنشال والحاجات اللي انتم عارفينها دي كلها. فالناس بدات تفكر ازاي اشغل دائره التبريد دي بفورم تاني من الانرجي مش ميكانيكال انرجي. طبعا قبل ما نخش على السيستم الجديد، انتوا طبعا اخدتوا الكلام ده في المحاربه بتاعت الكونزرفيشن اوف انرجي، ان السو بي بتاع دايره التبريد هو كيو ال على الورك نت، وبالنسبه له هي ايدل بيز على رانك سايكل 1 اوفر تي هاي اوفر تي لو ناقص 1، ولو هي هيت بامب كيو اتش على الورك نت.